يجتمع اليوم والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع جوزيف ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، وذلك للبحث عن اتفاق لرحيل اللاعب دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم لفض النزاع أو دفع الشرط الجزائي. وأغاب ليونيل ميسي عن اختبار فيروس كورونا المستجد الأحد الماضي، ومن ثم عن أول تدريبين خاضهما الفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان.